السلام عليكم، صباح الخير، سلام للجميع. اليوم حاب احكي لكم قصة صديق الي على الفيسبوك. بديش احكي اسمه لانه اكيد عارفه، وهو طلب مني احكي قصته عشان الناس تستفيد منها. تعرفت عليه عن طريق الفيسبوك، كان بيقدم على فيزا سياحية لكندا، حاولت يعني اعطيه بعض المساعدات، الحمد لله حصل على الفيزا واتصل في او بعت لي مسج على الفيسبوك، قال لي دكتور جمال انا حابب انك تساعدني وتستقبلني في المطار، انا حاجز فندق حوصل يوم كذا. قلت له بالعكس، هذا اليوم فاضي عندي، كان يوم سبت فما عندي اي مشكلة نهائيا، رحت على المطار استقبله. قاعد بستنى انا في المطار 10 دقائق، ربع ساعة، بعت لي مسج من الواتساب، طبعا ما معه رقم كندي، بعت لي مسج من الواتساب انه وصل على المطار وكله تمام، وهيه بده يروح يختم الجوازات. 5 دقائق، ساعة، ساعتين، ما في أحد. بعد تقريبا ساعتين اجتني مكالمة من الحدود الكندية أو من شرطة الحدود الكندية بيسألوني عنه، سألوني إذا بتعرفوا. قلت لهم I never met him، أنا ما عمري شفته face to face، أنا شفته على الفيسبوك وساعدته وقررت أني أجي أستقبله. قال لي وين هو حيسكن؟ قلت له حيسكن في فندق. قال لي هيك كأنه في شيء غريب يعني. المهم قال لي طيب انت هتطول انك تستناه؟ قلت له انا يعني قديش حيتضل هو، انا جالس استنى فيه لساعتين تقريبا. قال لي لا هو مش حيطلع، فالافضل انك تروح. فبعت له مسج قلت له اذا في اشي بدك يعني، ما رد علي، ما عرفت شو اللي صار، استنيت كمان ساعة ونص، ما حدا طلع، ما حدا اتصل، ما حدا رد، فللأسف اضطريت اني اروح. وبعثت له مسج انه هاي رقم تلفوني، اذا صار اي اشي اتصل فيي، واتساب ببعث لي، برجع لك، انا قريب كتير من المطار. المهم بعد يومين بحكي معي من دولته، رجع على دولته، رجعت الحدود الكندية، بسأله شو اللي صار، قال لي انا حصلت على الفيزا بشكل قانوني عن طريق السفارة، كل شيء تمام. لما وصلت على كندا تبعون الحدود والجمارك وقفوا وصاروا يسألوا بعض الأسئلة، خربط، صار يحكي أسئلة. طبعا هو جاي الهدف طلع من جيته مش سياحة، طالع جاي بده يشتغل. والأخ لما فتحوا الشنط تبعته لقوا حاطط رزومي أو سي فيز، فقالوا له أنت جاي سياحة ليش بدك سي فيز؟ قال لهم لا بس هدول هيك حاططهم. طبعا ما اقتنعوا، اي واحد بيجيب معاه سي في يعني، انا ما بعرف ليش طابع معاه سي فيهات وجايبهم. طلع بده يجي يشتغل هون ويدور على شغل، وهذا مخالف للقانون، لانه اذا انت بتجي فيزا سياحية ما بتقدر تشتغل، ممنوع تشتغل. صاروا يسألوا شو الاماكن اللي بدك تروحها، حكى 4-5 مدن، قالوا له هدول انت بدك تحكي بدك تقعد 6 أشهر، هدول بتخلصهم بأقل من شهر، فما في عندك بلان تاني؟ قال لا انا في الاصحاب، وهذا هذا الحكاليات طبعا بالليترولي. سألوه طيب قديش معك مصاري؟ قال انا معاي هون حوالي 700-800 دولار، لكن في حساب البنكي في 20,000 دولار طبعا، ومعاه كشف حساب اللي هو قدمه للسفارة. قالوا له طيب افتح لنا حسابك اونلاين. هون اللي كانت الصدمة، صار يتلكلك وانه انا مش حافظ الباسورد. قالوا له اوكي ما في عندك مشكلة، هات كرت الحساب اللي معك، شافوه طبعا معاه كرت الحساب او الديبت كارد. قالوا له روح على الاي تي ام ماشين، معظم الاي تي ام ماشين هون بتعطيك الحساب المتبقي. المهم فعلا لما شافوا الحساب المتبقي كان الاخ ساحب المصاري كأنه ماخذها من شخص ومرجع له اياها عشان بس طلع كشف حساب، وفش بحسابه غير يمكن 800-900 دولار. فعرفوا انه الموضوع كله ما في صدق من البداية. سألوه وين حتسكن؟ قال عند صديقي اللي هو انا، مع انه هو حكي لي انه بده يسكن بفندق وحاجز فندق. فالموضوع كله صار في كذب وكذب. الحدود الكندية قالت له احنا مش مصدقين الكيس تبعك، مع انه معاه فيزا من السفارة، ورجعوه على طيارة اللي هي كانت تاني يوم، فاضطروا انه يحبسوه بالمطار يوم كامل، وروحوه على متن الطيارة ورفضوا له الفيزا وحطوا له 1 year denial، يعني ما بقدرش يدخل سنة كاملة. طبعا ليش بقدرش يدخل سنة كاملة؟ لانه عادة بقولوا له اذا انت بتعمل وسموها سيلف ودرو، يعني انت لحالك بتروح، ما بيعملوا هاي الشغلة، وانت خلص انت اضطررت انك تروح لحالك بس تشتري تذكرة على حسابك او بتغير التذكرة اللي انت شاريها.
طبعا هو رفض هذا الشيء وعملوا له ريفيوزل، فهو للأسف الآن ما بيقدر يدخل لمدة سنة كاملة. صراحة يعني أنا بقول لكم الكذب حباله قصيرة. بشكره إنه خلاني أشارك قصته معكم، مع إنه فيها يعني شوية حساسية في الموضوع، عشان هيك مش حذكر اسمه، لكن انتبهوا في الموضوع هذا. حتى لو حصلتوا على الفيزا لازم تكونوا واقعيين، ما تحاولوا تكذبوا، ما تحاولوا تسووا شغلة أشياء غير قانونية. إذا مسكتوا لا سمح الله فيها بهدل كبير، يعني مخالفات ومشاكل. نتمنى لكم كل السعادة ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل